بقاعة الندوات بالمجلس البلدي لبلدية الجفرة انعقدت دورة تدريبية بعنوان صيغ التمويل الإسلامي والاستثمار، استهدفت عددا من موظفي المصارف التجارية العاملة بمدن البلدية هون وبدان وسوكنا وزلة. هذه الدورة الهدف منها يعني رفع من كفاءة موظفي المصارف، واستهدفنا يعني عدد من مصارف الجفرة، منها مصرف الجمهورية فرع سوكنة، مصرف الجمهورية فرع هون، مصرف الجمهورية فرع ودان، مصرف الجمهورية فرع زلة، ومصرف شمال أفريقيا ودان، وكذلك المصرف الإسلامي فرع هون، مصرف الليبي الإسلامي فرع هون. الدورة انتظمت بإشراف مركز الدراسات والتدريب بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبالتعاون مع أساتذة مختصين في الشأن المالي والاقتصادي. احنا اليوم كملنا الدورة التدريبية في صيغة التمويل الإسلامي والتأصيل الشرعي. طبعا الدورة هذه كانت برعاية مركز التدريب مصرف ليبيا، ولأول مرة تقام في بلدية الجفرة. 15 موظفا وموظفة استهدفتهم الدورة التدريبية لمدة 3 أسابيع، والهدف تطوير قدرات العاملين وإكسابهم المهارات العلمية والعملية في مجال العمل المصرفي خدمة لمدنهم وللوطن.